هذا ويستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الجمعه اكثر من مليون و93 الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم اكثر من مليون و29 الف شخص هذا وحصل على الجرعه المنشطه من التطعيم المضاد لفيروس كورونا اكثر من وستة آلاف شخص